أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر من أكبر دول العالم التي تمتلك مخزونا ضخما من معدن الكوارتز المميز بنقائه العالي. وأشار المركز إلى أن الكوارتز المصري يتمتع بمزايا تنافسية عالية على المستوى العالمي، وتتبنى مصر في الوقت الراهن استراتيجية توطين تلك الصناعة والتي يتم من خلالها دعم الصناعة المحلية وتنميتها، متوقعا أن تصل القيمة السوقية للكوارتز عالميا إلى 8 مليارات و620 مليون دولار بحلول عام 2028.